السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول الخمار انتكال انتكال برنامج اكسدينهم جديد اكسدينهم مقينهم لكم أسوم الحم وشيد ومسمع عبد اللطيف كرش مع دي سبعة أرسان تيرس ليزون دا راديو المنار راديو المنار دي بروكسل دي لياج خلال انترنت من المارك مورس. السلام عليكم كيك بوابة أزونا الإخبارية نهار قنغاون دازين وجون دي إذاعة المنار دي بروكسل شعب اللطيف نزد شنسكسام من يعني شعب اللطيف مين يعني أستاذ المنار من برنامج القدام من سي محمد عفاك تقداش بزاف وانت حافظ كمارا هنا زافي جن زيكان كان فوانيت نيغ بوابة اخبار سنغال تمني غا ستوفيق لام زوايل وسيتا وما ثم عبد اللطيف انيماتور في راديو المنار في بروكسل في العاصمة اوروبا بطبيعة الحال في ليميسيون نوغ يعني تقدم التص برامج متنوعة تقدم تصور مرة اور يتعلق نيغ يعني يتعلق كيف ما تنغي تعيش ندير مع الغربة نيغ المسائل توشان دي لو فون دي العمق الجاليه ني غي امهاجان سواء دي بروكسل سواء دي بلجيك سواء ني دغي دغي تسنى تنخل الانترنت كذلك الجروب مار المواضيع هي نطرق سي محمد الشنداني تاعي راديو المنار يعني دي ليميسيون يتقدم وميتسميغ امسكار يعني دي جو مرقين كي جارا نغدي دي نوجيو ني غادي تسن ني غدينا زفير غادي تسن داني تاع سواء نستورا كيف ندير قانون سواء نستورا كيف ندير الدين سواء نستورا كيف ندير السنة يعني المواضيع مرة يتهمل أي ثمت نغي تعيش ندير مواطة الغربة ونتاف يعني جن إقبار ذنب قران لأنه كورومات ويسم دي جمع ورد جديد جن موضوع جديد إذا تفنع الراحة نسن وتف ندير يعني الأجوبة مرة يسقسيتني غاس نيثني إذني تهمان دي ثوذاء نسن ذني تاع دي ثوذاء نسن كي جارية ثمت نسن سواء ذي ريفيين نغذي مغربيين كذلك إذا ذات السن جالسا لبلجيكيا نغذي أوروبا سعب الله تفيش بسير مخصتين من غتيني ذي الشباب حذريين يوتن إي على الإعلام نغن الصحفة نغن الإدعام من دسن من دسن غتيني من دسن الشجعات من دسن غتيني يعني الشباب يوتن ذي إيارة لأنه مركا نستور ذي اللحظة يعني غذي الوقت ذي نتجا ذي قانا كيجن الزمان يعني لميديا إيارة الإعلام يتوى بزاف انت في الاعلام عن طريق لونتين يجن ذا الراديو انت عن طريق نيماج يجن التلفزة الانترنت تمسرين التوانت تمني غيد مثنى وضي عن بو الاعلامة شان المواضيع ويتهم من شان البشرية ويتهم من شان الانسان تمني غذينة المواضيع يتغيدون سنفع يجن مثنى يجن ذي نعزاف نغذين وجيون لأي ميديا أي يعني الإعلام يتمارسن وكذلك أدوين يجن النفع يوذنا يجن ذي لا جينيغاسيوية يتعيشن النهارة كذلك يمكن تقيم دام زروي إلى جينيغاسيوني غي لجينيغاسيوني غي يوذن يتغيسن وانسن يعني نشي نقرس ذي الإعلامة ذار نجن سجاس متميزيت يغيبشن الثمار الناس تكوش يعني تكوش مشي نقرس أتكوش المحصود الناس سواء نهارا نغذي له في تير نغذي المستقبل سيحضر تفضل قد أشهر وقتنا نخشير إن شاء الله نتمنى لك كمسرق إن شاء الله يجن نخل مغير إن شاء الله بارك الله بك سيد محمد وانت قادك إني وراكني وخل مجودة تتقم وتمنى مري تتمنى نغي جاني تاحنا ذي نازف سواء خذي جاني كوانات نخ مارا اللي تتمنى تمنى غاس التوفيق وتمنى غاهم يعني أتشتاهد ما تضعف المجودة باش يتمثنا أذافن ميخفى الزون ومرة روح فلوسي تنوم أذافن يعني وضيع نبو الوقت إنما أبحن الوقت نسن لكيوم سعدون كنيو فلوسي تنوم أشوك أذافن أحب الزون ماني ما تجم ونتنقى كيهم إن شاء الله ديج مرقي ده سبحان لنهار نشبعا مدوم نيغ ديج مرقي أذي سيري نفع رجع لنا وضع جاكيوم وذي سيري أرخي إن شاء الله إذا مدغناوي نشين دين وجيوني كنا غادي الستوديو غاديو المنى إذن نتحف زي مرة ما يسميني لجان دي بروكسل خصون سيس بوان كات قبان قراس من القادة ومتشني ومقا كنو لكن نخار راديو زي سبت سان تير ديني دي لياج خصون سان بوان كارونت نقراس نتحف زي مرة ما يسميني الزن وكذلك إذن إذا غير قان زيرا كوش نغ زيرا ذا ست خطوة دولي بوان منار بوان بيو نقراس القادة ومتحف زي ومتحف زي ومتحف كم سجارن جديد نهارن جمعة لو 4 مارس 2011 إذا قيمة أكيد رأيت ما يسمى من جم أدم دناوي بروجرام يغنى عن شهرام نهارا إن شاء الله يغيرين السلام عليكم كيك بوابة أزرنا الإخبارية نهارا قن غامبين وجيون بإذاعة المنار بنتي بروكسي سي محمد المعطيني
المنار مش تخدم من تخدم تشري المنار من السلام عليكم. بعد ما جبت تحيه خينا يكلف نزل لوسيتا الناس غنغن تحيه خصنا كرنتو زمان سنتجن ايمان هي الاعلامه حمص السود العالمي الجاليه ايما زيغنا المجان ديال العالم ثني 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 خزام ني تفن تفيزيتا لوسيت نسن ونشن كشلو خنعمل سيدي مرحبا بكم غير خضر ديال اذاعه المنار. اذاعه المنار نتجيج برنامج انت ود زيس فين وجيون تورا موا من الموضوع في السوال ام العرب ما نهار غادي يجون وجيو للمحامي نستور خميني توكعن طلاق توكع بزاف الطلاق جا امغربيين فهمت رخو وتورا موا من تج زي البرامج انت ود الشخصيه امازيغن اتجن ذكي موشان دي سبحانن ذكروبا تشكر اشكال سمح مستاز ما تستنش كل برنامج يتقدم داني في من تقدم دي المنات نشينا نشتقدم شفت موان تشمي والو قاعد تقدم سامي الحبير يوزان تسجل مخلاع إلى نسمى نيمة ترى غانا غد مانيز المغرب ترى غانا غزي هولندا ترى غانا غد مانيز معه وتحميوها تحميوها انت جمان ايام وعاود انت ويدين وجيون المهم تصور معنا من تهمان في مازيغ يعني البرامج الممكن المستهدفة راي مغربي سواء عندي بروكسل سواء عندي جروب كمل سواء عندي المغرب سواء عندي بروكسل سواء عند جروب كمل دي 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 المهجر دي كلو دي بلجيك تفنخ دي راديو ما ماني نغني تفنخ دي الانترنت دبليو بي دبليو بي راديو المنار بوان بي ثان تفنخ دي العالم يعني زدت في العالم زعما كنو يدفع عن طريق الانترنت زدت في العالم اذا كتب عن بار انترنت يا سيدي سي محمد شكارش في الاستضافه النشر بارك الله فيكم جد تحيه تم كرنت خينا يتكلف نفس السيتا زعما بغيت غنغلط